مشاهدينا، وللحديث أكثر عن الاتهامات لحكومة السودان بالتنصل من وعودها في ملفات النازحين والمقابر الجماعية وقانون العفو العام، معنا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مساء الخير دكتور. مساء النور عليكم. أهلا وسهلا. أهلا بكم دكتور. يعني ما الذي يمنع حكومة السودان اليوم من الوفاء بالتزاماتها لشركائها في العملية السياسية حول ملفات حساسة جدا تهم مكون بعينه؟ البداية شكرا جزيلا عزيزي على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المشاهدين الكرام، رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. شكرا لك. الحقيقة اللي يمنع هو أنه لا السوداني ولا حكومته يمتلكان سلطة القرار المستقل كحكومة تم الاتفاق عليها بطريقة المحاصصة المقيتة. من يملك هذا القرار الحقيقة هم الإطار، زعماء الإطار وخصوصا زعماء الميليشيات الولائية، يعني النافذين الآن على الساحة السياسية وحتى الأمنية والعسكرية. لذلك هناك مناطق مغلقة الحقيقة، حتى الجيش العراقي وبعض القطاعات المفروض أن تتدخل لكشف حقائق ما يجري فيها كجرف الصخر والأوجة وغيرها، لا يمكن الدخول إليها إلا بأوامر من ولاية الفقيه ومن هذه الميليشيات. هذا هو الوضع الحقيقة يعني في مناطق عديدة. نعم. طيب يعني هل كان هناك نية حقيقية أو لنقل آليات محددة لدى السوداني منذ بداية الاستلام الحكم لحل قضايا حساسة النازحين المعتقلين المخفيين قسريا وصولا إلى قضية المقابر الجماعية؟ حتى لو فرضنا من حسن النوايا أن هناك يملك يعني يمتلك السيد السوداني نوايا طيبة، لكنه النوايا الطيبة والحسنة لا تكفي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. هذه عملية سياسية أمنية الحقيقة لا يتحكم بها مثل ما قلت لا السوداني ولا حكومته، وإنما هناك جهات خارجية إقليمية وحتى دولية، لأنه أمريكا أيضا يعني تمتلك معلومات كافية لو أرادت أن تكشف حقائق ما جرى وما يجري في جرف الصخر لكان فعلت، لكنه هناك توازنات في مناطق نفوذ معينة بين إيران ولاية الفقيه والغزو والاحتلال الأميركي الغاشم على العراق. نعم. إذا خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها. طيب إلى أي مدى تتحمل طبيعة العملية السياسية في العراق التفريط بمثل هذه الملفات، خصوصا بما يتعلق بملف مطلبي لكل العراقيين وهو السلاح المنفلت الذي أصبح اليوم حرا بيد الميليشيات؟ الحقيقة التفريط هو شيء الآن أصبح معتاد، لأنه من يفرط ب السيادة الوطنية واستقلالية القرار السياسي العراقي على يد هذه الطغمة السياسية الفاسدة التي جاءت بها أمريكا وإيران، يعني لا يمتلك الحرص نهائيا، لا مشاعر وطنية ولا حرص على استقلالية الوضع العراقي وعلى الأمن المجتمعي العراقي. فالتفريط بهذه الملفات أصبح شيء طبيعي، ليس فقط لحكومة السوداني وإنما كل الحكومات المتعاقبة، يعني منذ تشكيل أول حكومة، حكومة يعني مجلس الحكم بإرادة بريمر لغاية الآن، هي عبارة عن ملفات وقتل على الهوية ويعني تهجير ونزوح وحتى تغيير، يعني التغيير الديموغرافي اللي موجود الآن في العراق، يعني شهد العراق منذ 20 عام جرى على قدم وساق. لذلك لا يهم هذه الطغمة الفاسدة أن تبعثر الملفات وتخلق الفوضى من أجل البقاء في السلطة، هذا هو الهدف الأساسي. نعم. في ضوء هذه الصورة دكتور، كيف يمكن لهذه الحكومة أن تقنع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأسباب فشلها الحقيقية، خصوصا مع انتهاء العمليات العسكرية والمعارك وقرار الميليشيات بأنها تمنع من عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية؟ الحقيقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وممثلة مجلس الأمن والسفيرة الأمريكية والسفير الإيراني يعلمون جيدا بكل مجريات الوضع. يعني أنا أجزم أنه الصورة أمامهم، يعني المشاهد أمامهم بشكل واضح جدا، وهم يتحكمون بهذه المعادلات اللي موجودة وهذا الوضع غير المستقر في العراق. هم أرادوا هذه العملية أن تجري بهكذا صورة منذ التخطيط لغزو العراق قبل 2003 لغاية الآن. هذا هو هدف الغزو، هذا هو هدف الاحتلال الأمريكي الغاشم، وهدف أيضا تقسيم النفوذ بين أمريكا وحلف شمال الأطلسي الناتو وإسرائيل أيضا الكيان الصهيوني وإيران.
هذا هو، أنه يخلقون من العراق وضع غير مستقر لا تقوم له قائمة إلا بإرادة بتغيير يراد منه هو محو الهوية العراقية عن العراق. لذلك هذا هاي الصورة الحقيقة المأساوية اللي نعيشها احنا في العراق، هذه أرادوها الأمم المتحدة، أرادتها مجلس الأمن وأمريكا وممثلة الأمم المتحدة بلاس خار بهذا الشكل. نعم. طيب العملية السياسية التي أطلقت وعودا كبيرة في برنامجها الحكومي ولم تنفذ أي من هذه الوعود حتى هذه اللحظة، كيف ينظر الشارع العراقي بعمومه إلى هذه الوعود التي لم تنفذ، وهل يمكن لهم الوثوق بها مع بقاء مآسي كبيرة يعيشها المواطن العراقي بل تتفاقم يوم بعد آخر؟ الحقيقة هناك مشاهد أيضا أخرى، يعني اليوم إحنا في حالة غرق المناطق في العراق كله، يعني هطول الأمطار بشكل غزير وهذا الوضع. الحقيقة هذه مؤشرات لا يمكن فصلها عما يجري في العراق. الشعب العراقي فقد الثقة تماما بهذه الطغمة الفاسدة وهذه العملية السياسية البائسة ومن جاء بهما. لذلك أنا أقول لك هذا يعني التشاؤم من وجود هذه الطغمة الفاسدة الحقيقة سوف الآن بدأ يغلي الشارع. نعم. وسوف ينفجر في يوم ما قريب. احنا لا ننسى أنه اقتربت الآن مدة 6 أشهر على تشكيل حكومة السوداني، يعني نعم. في أكتوبر تشرين أول السنة الماضية. لذلك هاي 6 أشهر أنا أعتقد بعدها بعد العيد المبارك إن شاء الله سوف يحدث شيء ما، يعني لأن الشارع معبأ الحقيقة ويغلي، وهناك مثل ما يقال يعني جمر تحت الرماد لابد أنه يتقد من جديد. نعم. الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.